صدر كتاب في تكفيري اسمه الكتاب الأسود، ومناشير كثيرة في تضليلي، مش في مسجدي، مساجد أخرى أيها الإخوة، لم أرد عليها بكلمة. تعرفون لماذا؟ أمسكت هذا الكتاب في أول سطر، لا يعرفون الفاعل من المفعول، رميت به مباشرة، ما عندي وقت أضيعه. أنا أحيانا أقرأ في الساعة 200 صفحة، 250 صفحة في الساعة، ما عنديش وقت أضيعه في الكلام الفارغ، ألقيت به مباشرة، ما عندي، لأنه جاهل، جاهل. إنسان يكتب لا يعرف الفعل المفعول، كيف أناقش هذا؟ أو كيف أنا تركت الكتاب ولم أرد؟ هاي الأخوة أو أستشهدهم الآن، هل مرة واحدة أنا في خطبة جمعة قلت وكتبوا وقالوا وأقول؟ بالله لم أفعل هذا مرة، بفضل الله لم أفعل هذا مرة أبداً، لأن شعاري يوم أتيت إلى أوروبا الغربية نتكامل ولا نتآكل، على صغر سني كان لدي إيه؟ هذا الوعي وهذه المنهجية. ساءني أول ما أتيت الهداية، أول جمعة خطبت في الهداية كان يصلي فيها بضعة أسطر، بضعة سطور، بعد شهرين تمتلئ عن آخرها، أو يمتلئ المسجد عن آخره، واضح؟ ساءني توزيع مناشير السارق فلان واللص فلان، انتهوا ب 750 ألف شلن، لا إحنا السراق، لا هم السراق. ساءني جدا جدا، قلت هذا يحصل في أوروبا أرض الحب، لماذا تفعلون هذا؟ لماذا؟ وخطتي نتكامل ولا نتآكل، ونتغافر ولا نتلاعن، ونصفح ونسمع عمن أساء إلينا، ما عندناش وقت،